نحن يا حمص معاكي للموت. يا حمص حلب معاكي للموت. يا حمص حلب معاكي للموت. يا حمص حلب معاكي للموت. من هنا بدأت الحكاية. حكاية شعب هتف للجسد الواحد. انتفضت درعا فلبت حمص، استغاثت حمص فلبتها حلب وهب أبناؤها. شعب هتف معظم أبنائه لبعضهم مرارا. سمنا حلنا معاك للموت. سمنا سمنا. بعد 20 شهرا من حصار حمص القديمة عاصمة الثورة السورية، استغاثت مدينة ابن الوليد، فكانت الشهباء معها على العهد الذي هتف به أبناؤها مرارا. واحد يا شباب، حمص حمص صلت بنت شام حاصرة يا شباب، حمص حمص عم تدفع صوت نافذ. حمصية 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 حمصية. يا حمص هن معك إلى الموت. يا حمص هن معك إلى الموت. محاولة التواصل مع الثوار داخل المدينة، كان هناك شروط من النظام بتسليم السلاح، بالاعتراف بالنظام، يعني بتطبيع كامل مع النظام. كان قرار من جميع المجاهدين داخل المدينة أن هذا أمر مستحيل الموافقة عليه. فلما قدمنا بعض الاقتراحات بإدخال طعام، بإدخال دواء، بتسهيلات، كان جواب النظام بسيط وواضح أنه نريد قتلكم وقتل كل أهلكم. الأمر تأزم، توقف كل التواصل مع النظام. حصلت كما تعلمون مفاوضات الأمم المتحدة لإدخال الطعام لمدينة حمص. دخلت دفعات هزيلة جدا من الطعام، استشهد حوالي 15 أخ خلال إدخال الطعام وإخراج المدنيين. تم إفراغ المنطقة المحررة من الأهالي تقريبا بالكامل بسبب الجوع ونقص الدواء. يعني إحنا أجبرنا على إخراج أهلنا من المناطق المحررة بسبب انتهاء الطعام والدواء، وللأسف أخرجناهم يعني بمشاركة منا خوفا على حياتهم، لأنه ما بقي عندنا طعام أو دواء، لا للأطفال ولا للنساء ولا للعجائز. فخرج معظم المدنيين وبقي بقية المجاهدين داخل المدينة. بعد ذلك تشكلت لجنة للتفاوض من أجل إيجاد حل للمناطق المحاصرة. اللجنة وصلت إلى حل ينص على الاعتراف بنظام المجرم وانتقال الأخوة من مجاهدين ليصبحوا أعضاء بلجان شعبية. فحصل اجتماع الفصائل داخل المدينة، وكان القرار واضح أنه إن كان خيار بقائنا بالمدينة مرهون باعترافنا بالنظام، فنحن نفضل إما القتل أو التشرد خارج المدينة. في الحقيقة تم التواصل مع الهيئة السياسية في الجبهة الإسلامية من قبل إخواننا المحاصرين في حمص القديمة، مبينين لنا صعوبة موقفهم بعد نفاذ كل مقومات الحياة، حتى نفذ ورق التوت والعنب. لذا تم عقد اجتماع للهيئة السياسية في الجبهة الإسلامية، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات حول أندع الطرق الممكنة لإخراج المجاهدين المحاصرين مرفوعي الرأس ومحافظين على عزهم وكرامتهم، تم إرسال مبادرة من قبل الهيئة السياسية إلى الأمم المتحدة نبين فيها رغبتنا في عقد اتفاق لإخراج المجاهدين من حمص. حصار النظام لأحياء حمص القديمة ضمن سياسة الجوع أو الركوع، استنزف خلالها سكان الأحياء تلك ومقاتليها، حتى سعت فصائل الثوار بداية العام الجاري للدخول بمفاوضات تقضي بخروجهم عبر طرق آمنة إلى تلبيسة والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، مقابل إطلاق 25 جنديا من عناصر النظام. رفض النظام كعادته، إلا أنه اضطر أخيرا للقبول بعد دخول إيران على خط التفاوض. علقت المفاوضات عدة مرات، لكن اللاعب الإيراني أعاد طرحها من جديد لتتناول بعدا أوسع من حمص. اتفاق يقضي بخروج الثوار المحاصرين بحافلات منظمة وحماية من الأمم المتحدة وبسلاحهم الخفيف، مقابل إطلاق الجبهة الإسلامية شخصية روسية وجاسوسة إيرانية
وضمان إدخال مساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب، وإطلاق محتجزين لدى الجبهة الإسلامية في ريف اللاذقية. الاتفاقية حصلت بضغط من إيران. كنا نتواصل، كنت أحس بوقتها رغم التعب الشديد والأمور اللي كنا نتواصل بها، كنت أحس أنه هناك ترابط، أول مرة أحس ترابط قوي جدا في كل سوريا، من دمشق إلى اللاذقية إلى حلب إلى ريف حلب إلى حمص. شكلنا غرفة عمليات وبدأنا التواصل. كان الضغط الإيراني على النظام، النظام لا يريد، يريد اجتياح حمص. تم الاتفاق على إدخال إغاثة إلى نبل الزهراء، هي بالأساس ليست محاصرة فعليا، هي مفتوحة على البيكيك من الطرف الشمالي. وافقنا على إدخال بعض الإغاثة إلى نبل الزهراء مقابل إدخال إغاثة إلى القرى المحاذية نبل الزهراء، ألا وهي عندان وحريتان ورتيان وماير. تم إخراج الأسيرة الإيرانية، تم إخراج 29 معتقل من عدة فصائل، منهم مسيحي وشيعي ودرزي وعلوي وسني، كانوا معتقلين في بعض المعارك. تركنا الأسرة مقابل خروج الإخوة من حمص. ارتأى الإخوة أن للوصول وبهدف الوصول إلى على إلى نتائج سريعة ومنطقية، أن التواصل مع الإيرانيين كان هو الخيار الأفضل. السبب في ذلك طبعا كان واضح، هو أن الكلمة الأولى والأخيرة على الأرض تعود للجانب الإيراني، والجانب الإيراني هو الجانب الذي يملك عقلية الدولة ومنطق الدولة ورؤية الدولة، بعكس المفاوضات التي كانت تجري بالماضي مع النظام، والذي كان يعني من الواضح افتقاد النظام حقيقة للمركزية في الوصول إلى القرار من جهة، والمنطق الذي تجده عند أي دولة أو حتى عند نظام مركزي. يعني مفتاح هذه المفاوضات كان توجهنا بشكل مباشر إلى صاحب القرار وهم إيران. وصاحب القرار كنا نستطيع حقيقة، وكانت الجبهة تستطيع أن تفاوض على كما ذكرت الجاسوسة الإيرانية التي كانت جزء من الأسرى الذين كانوا بيد الأخوة في حلب، وكذلك موضوع إدخال المساعدات إلى 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 منطقة نبل والزهراء، وهي مناطق ذات أهمية عالية بالنسبة لإيران، لأن إيران على عكس النظام، إيران تعتني جدا بالحاضنة التي تمتلكها في سوريا. إيران تعمل على ضمان سلامتهم، على توفير سبل الحياة لهم، وتعمل دائما على استرداد كل أسير لها في سوريا، في حين النظام حقيقة لم يكن يبالي بحاضنته نهائيا، لم يظهر أدنى درجات الاهتمام بأي صفقة أو أي تفاوض ممكن أن يؤدي إلى حماية الحاضنة، تجنيبها القتال، أو توفير شروط حياة أنسب لهم. فحقيقة موضوع مقايضة الأوراق التي تهم إيران بمبلغ كانت واردة جدا، وحقيقة كانت الطريق الأسهل ربما. ولكن أعود لما ذكرته لكم سابقا، الجبهة ممثلة بالهيئة السياسية والإخوة على الأرض في حلب وفي اللاذقية حقيقة كان همهم الوحيد هو إخراج المجاهدين من حمص القديمة بطريقة لائقة، بطريقة يحتفظون بهم بكرامتهم وشرفهم وكبريائهم من جهة، وفي نفس الوقت تحافظ على قدرتهم القتالية، لأن المجاهدين خرجوا من حمص لم يخرجوا لإنهاء القتال أو لترك القتال، وإنما لاستعداد لجولات جديدة من القتال. ما يهم بالأمر هو أن الثوار تمكنوا من عرض أسرى أو عملية تبادل أسرى في حلب وفي الساحل، في الساحل السوري، وإدخال مساعدات إنسانية إلى الريف الحلبي بشكل عام، الريف الحلبي الشمالي للدقة، بما في ذلك مناطق نبل والزهراء، والتي هي كانت من أهم النقاط التي استدعت اهتمام
الإيرانيين بالمفاوضات. في نفس الوقت عرضت هدنة على مناطق نبل والزهرة مقابل هدنة مستمرة في مدينة حمص حتى بعد خروج المجاهدين من حمص القديمة. طبعا الشرط المقابل والأساسي بالنسبة لنا كان خروج المجاهدين من حمص القديمة بسلاحهم الخفيف ومعظم سلاحهم المتوسط. حقيقة الإخوة لم يكن عندهم سلاح ثقيل يذكر في المدينة القديمة. وخروجهم إلى نقطة تم الاتفاق عليها، نقطة في الريف الشمالي في حمص. وطبعا هذه الشروط يعني مقارنة بكل الشروط التي كانت تفرض في الماضي كانت شروط ممتازة، وكانت شروط تضمن استمرارية العمل الجهادي في حمص بشكل عام، تضمن خروج المجاهدين بكرامتهم وعزتهم وبطريقة تليق بالتضحيات التي قدموها على مدى عامين. وهي حقيقة يعني بعكس ما يحاول تصويره البعض على أنه كان نصر للنظام أو هزيمة للمجاهدين، حقيقة مجرد وقوف النظام عاجز عن الحسم العسكري وقبوله بالمفاوضات هذا بحد ذاته هو دليل على عجزه وعلى هزيمته. دخول إيران على خط المفاوضات عبر الوسيط الدولي لا يدل دلالة قاطعة على خروج القرار من يد النظام إلى الإيرانيين، وذلك بعد أن عجز النظام عن حسم المعركة في حمص القديمة. خروج المحاصرين كان أمرا لا بد منه، إذ لم يعد لديهم ما يمكنهم من البقاء على قيد الحياة فضلا عن مواصلة القتال فيها. فتم الاتفاق في النهاية على خروج متزامن للمجاهدين المديني مع إفراج عن الأسرى بشكل متزامن، إضافة وهذا مكسب كبير جدا أنه خرجنا بمعظم السلاح اللي كان بأيدينا، وخرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعزي وكرامي، وخرجنا والله والخوف بأعين خصومنا وقت كان عم ينتظر خروجنا. يعني بالفعل خرجنا على غير رضا منا، نحن ما كنا نرغب بالخروج، ولكن خرجنا يعني على غير رضا منا، وخرجنا على غير رضا من النظام. النظام اللي كان يقول ما في خروج إلا بعد قتلكم وقتل أهلكم، خرجنا بسلاحنا وخرجنا بعد عدة أسابيع بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن دخلنا باليوم العاشر لمعاركنا بقرية أم شرشوح، والمجاهدين الآن على قمة قلعة أم شرشوح، وبعضهم هني من الأخوة اللي خرجوا من داخل المدينة، وبإذن الله تعالى طريق الجهاد مستمرين فيه بعون الله تعالى، ونعود إلى حمص بإذن الله تعالى عندما يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك. فهو يعلم حتى بس نقطة أخيرة هي، وقت خلال المفاوضات الوفد المفاوض كان يحكي مع أحد أركان الأجهزة الأمنية، فقال العميد، هو كان عميد الأمن العسكري أظن، قال له نحن تصنيفنا للثوار بحمص على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى والثاني ما عندنا هم بخصوصهم وما نخشى منهم، هني اللي قاموا بإجراء التسويات خلال الفترة الماضية. قال له نحن مشكلتنا هي الفئة الثالثة، وهاي الفئة هي المستعدة للقتال للنهاية، بدنا نلاقي حل معه. فهني كانوا يعني هدفهم قتلنا، ولما عجزوا عن دخول مدينة بالقتل ونحن عجزنا عن البقاء لانتهاء كل مقومات الحياة، فوصلنا لحله بخروجنا بسلاحنا، خروجنا من دون ما نخسر أي أخ. يعني خلال المفاوضات حصل بعض التعثر، الشيخ أبو عبد الله الأحرار والشيخ أبو أحمد جمعة وقائد الأخ وقائد جيش مجاهدين كان الاهتمام الوحيد عندهم، وهاي صرح فيه أكثر من أخ منهم، إن لا يخدش أي أخ من الأخوة داخل الحصار، من شان بمقابل هالشيء هني مستعدين يقدموا أي تسهيلات تساعدنا. كان خروجهم لا بد منه، الوصول إلى حمص صعب كثيرا، ستمر بقرى علوية، هناك معارك تحرير، الأخوة في حمص أنهكوا، كان لابد من خروجهم إلى مكان آمن. حتى حمص القديمة دمرت نهائيا، لم يبقى منها أي شيء، التنقل بين الأحياء كان عبر الأنفاق، فماذا بقي من هذه المدينة؟ وهي يعني إذا تقيس المساحات الجغرافية مساحة صغيرة جدا تعادل منطقة عزاز. نحن لا نقاتل على للأرض، الأرض
نرجع ونعود ونحررها مرة أخرى بإذن الله. بدأت الجبهة الإسلامية في كل من حلب واللاذقية بالتنسيق مع المحاصرين في حمص لإتمام الصفقة. الإشادة وشكر جميع الأخوة حقيقة، سواء كانوا في حلب المدينة أو حلب الريف أو الساحل، حقيقة الجميع قاموا بعمل استثنائي، وأخص بالذكر في هذا المجال الأخوة في حلب الذين قدموا الأسرى، لأن حقيقة بداية فكرة المفاوضات وبداية فكرة بناء هذا الإطار العام للمفاوضات بدأ من هناك، من التواصل مع الأخوة في حلب. يعني لا ننسى أن لم يكن هناك داعي للتواصل مع الجبهة الإسلامية بحد ذاتها، لأن الإخوة جميعهم كانوا من الجبهة الإسلامية، وهم من تواصلوا مع الإخوة في غرفة أهل الشام وفي غرفة مجاهدي ريف اللاذقية. فحقيقة عندما توجهنا بالطلب إليهم للحصول على أوراق ضغط وقوة للتفاوض مع ممثلي النظام، كانت ردة فعلهم هي تجسيد حقيقي حقيقة لقوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني حقيقة لا يخفى على أحد الأعداد الكبيرة لأسرى الشعب السوري من مدنيين، من نساء، من أطفال، الذين يقبعون تحت نير وسطوة النظام في سجونه، وأن امتلاك المجاهدين لأي عدد من الأسرى هو حقيقة ورقة قوية جدا وربما الوحيدة لاسترداد هؤلاء الأسرى. ومع ذلك عندما طلبنا منهم الأسرى حقيقة عرضوهم فورا ودون أي نقاش. يعني هذا كان له وقع شديد جدا وطيب جدا عند الإخوة في حمص، ولا سيما يعني نحن نتكلم عن حقبة في تاريخ الثورة السورية يعني يحبذ البعض فيها للأسف التركيز على النواحي السلبية وعلى على موت روح الثورة وعلى موضوع انحراف الثورة عن مسارها والفساد إلى آخره، ولكن حقيقة ما رأيناه يوم طلبنا الأسرى سواء من الأخوة في حلب أو من الساحل أو مساعدة الأخوة في ريف حلب، حقيقة كانت ردة فعل طيبة جدا يعني، وكان لها أثر ووقع عظيم في نفوس الأخوة في حمص. الاتفاق والمفاوضات التي تمت بخصوص إخراج المجاهدين من حمص القديمة تعتبر نموذج فريد حقيقة في تاريخ الثورة السورية من باب حجم المفاوضات، مستوى المفاوضات، والأهم من ذلك مستوى تطبيق بنود هذه المفاوضات على الأرض. فاتفاقية حمص يعني انتقلت من مستوى الاتفاقيات التي كانت تتم على مستوى الأحياء أحيانا أو القرى الصغيرة إلى مستوى اتفاق على 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 امتداد الأرض السورية بأكملها. التنسيق كان يعني أصعب حقيقة من التنسيقات والترتيبات كنا نقوم فيها للعمل العسكري، لأن الأمر كان يحتاج ترتيب وتنسيق عالي المستوى يشمل حمص المدينة وحمص الريف وحلب المدينة وحلب الريف وريف اللاذقية، خمس مناطق كان لابد من إدارة العمل فيما بينها بشكل متزامن وشكل دقيق. فكانت المرحلة الأولى من العمل خروج أول دفعة من الحافلات من داخل الحصار ووصولها لقرية الدار الكبيرة بالريف الشمالي. بشكل متزامن يبدأ الإفراج عن بعض الأسرى بداخل مدينة حلب. تم التنسيق مع الأخوة قبل عدة أيام، هو مجمل أيام المفاوضات كانت تقريبا من أسبوعين لثلاث أسابيع إذا ما أخطأ. خلال هذه الفترة كان العمل متواصل، ولكن آخر أربع أيام تقريبا ما أحد من الأخوة نام إلا الشيء اللي لابد منه، خاصة بالليل اللي حصروا فيها الأخوة بسبع حافلات داخل المدينة. تقريبا معظم الأخوة بغرفة العمليات ما ناموا. والله وجدنا من بركة التنسيق العمل الجماعي شيء عجيب. يعني يكفي أنه تواصلنا مع أخوي كنا بجوز نعرف أسماء البعض، كنا ما نعرف حتى بعضهم، وجدنا والله من بركة التعرف عليهم والعمل الجماعي شيء عجيب. وبإذن الله لو نحن فعلنا هيك أمر بالعمليات العسكرية بمرحلة القادمة بإذن الله تعالى قادرين على سحق النظام بعون الله تعالى. طرقنا باب إخواننا نحسبنا فيهم الخير، وسبحان الله كانوا أفضل مما ظننا. والله تكلمنا مع أخوي سواء بدأ الحديث مع الأخوي بحلب
مع الأخوة بالجبهة الإسلامية وكوننا نحن في الجبهة الإسلامية أيضا، وبدأ الموضوع هني قالوا لنا أي شيء بإمكاننا نقدمه فنحن جاهزين. وسبحان الله يعني كانت الكلمة حقيقة، ما أنا كلمة مرتجلي أو مزاودي أو كلام بالمجان، على العكس تماما. فلما سألناه للأخوة شو عندكم أوراق ممكن تساعدونا، قالوا عندنا عدد من المعتقلين من الأسرى بالمعارك، عندنا أوراق ضغط سواء على المناطق الموالية، أي شيء نحن ممكن نقدمه جاهزين. فلما قدموا الأخوة موضوع الأسيرة الإيرانية، أظن كانت مع مخابرات إيرانية هي، فقدموا موضوع الأسيرة الإيرانية، الأمم المتحدة قامت بربطنا بممثل إيران في سوريا، وبدأت مفاوضات بين الجبهة الإسلامية وبين الممثل الإيراني، وتطورت الأمور على مدى أسبوعين أو ثلاث للوصول لحل لإنهاء محنة الأخوة داخل الحصار. الأخوة بحلب، ولاحقا دخلوا الأخوة بالساحل سواء من الجهة الإسلامية أو غرفة عمليات مجاهدي ريف اللاذقية، كمان قدموا مجموعة أخرى من الأسرة، وضعوا كامل الإمكانيات تحت تصرفنا. يعني نحن شعرنا حقيقة أنه الأسرة هني موجودين داخل حمص، كل الأمور الأخوة سواء من الجبهة الإسلامية أو غرفة عمليات أهل الشام، الأخوة بجيش المجاهدين، الأخوة بفصائل تاني، كانوا حقيقة يعني والله أفضل من إخواننا. يعني نحن خذلنا من أخوة داخل حمص، ورأينا من الخذلان ومن من من التجاهل لنا من بعض الأخوة بحمص، رأينا من الوفاء من إخواننا بحلب والساحل. يعني والله هذا دين إن شاء الله تعالى نرده بإذن الله تعالى على ساحات الجهاد بعون الله تعالى. وإننا إذ نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه في إتمام هذه المبادرة، لا ننسى أن نشكر كل المجاهدين الذين كانوا على تنسيق عال وقدموا من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير والكثير لإخراج إخوانهم المحاصرين في حمص القديمة. العالم اللي طلعت ما كله أبطال، والعالم اللي هون اللي غلطت ما كله أندال، في عالم شغيل في عالم ما أنا شغيل، في طريق لرب العالمين. نحن إذا ضلينا لاحقين الأتباع، ضلينا لاحقين الأنصار، ضلينا لاحقين شهداء البياضة، ضلينا لاحقين الكتائب والأسماء والمسميات والجبهة والدولي، إذا ضلينا عم نلحق المسميات أخي مطولين كتير. نحن والله العظيم يا أخي، واللي طلع هذا الجوعان أخي ما نطالع ما نضرب كل منية بالطلعة، لأنه هذا ما جاء مشانكم، هذا اللي جاء أخي جاء في سبيل الله. وإنت إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الشباب اللي طلعوا والشباب اللي هون نتكاتف على مرضات الله ونمشي لشيء يرضي رب العالمين، ما حد أحسن من حدا. وهون العالم أخي في ناس عم تقول اتخاذل فلان واتخاذل فلان، قبل ما أقول أنا اتخاذل فلان، في شباب طلعوا على الجيش الحر عم يقول فلان وأبو فلان وأبو فلان، هذا أبو فلان عنده كذا كذا شهيد، العمين حكى عليه والعم يحكي عليه حرامي. فنحن لازم ما نضل نسمع من هذا ونسمع من هذا ونسمع من هذا. الفتن شغالة، نحن بالحصار مبارح عم يدقوا لنا عم يقولوا لأهل الغنطو وأهل تلبيسي وأهل فلان عاملين لكم حواجز على الطرقات. نحن طلعنا لهون لقينا أهل تلبيسي وأهل الغنطو وأهل تيرمعلي وأهل فلان وأهل فلان عم يبكوا هون وعم يستنونا. ففي عالم أخي روح قلبه تحكي كلمة، روح قلبه تزت هاي الفتنة، هاي الفتنة بدنا نداراها ونبعد عنها. وإذا بس احنا نتقي الله أخي مثل ما طلعنا نحن بنعود بإذن الله كلياتنا، وما في نحن وما في حصار وما في حمص وما في ريف. النصر المنتصر يفرض شروطه والنظام لم يفرض شروطه. خرجنا بسلاحنا من حمص، أنا لا أتكلم عن حمص وكأنها دولة أخرى، نحن نقول عن أنفسنا خرجنا بسلاحنا وسنعود ونحرر حمص وباقي سوريا بإذن الله. والمعركة لا تقتصر لا على حمص ولا على دمشق، المعركة مفتوحة إن شاء الله. نصرة حلب لأختها حمص لم يكن استثناء أو حادثة فردية، إذ لن ينسى السوريون النداء الذي أصدرته جبهة علماء حلب في شباط عام 2012 لإغاثة المتضررين في المدينة. وقع حينها عشرات العلماء وطلاب العلم على البيان من داخل المدينة وبأسمائهم الصريحة. وما موقف لواء التوحيد ببعيد أيضا حين توجه قسم منه لفك الحصار عن مدينة القصير. طبعا في سوريا كله يعتبر جهاد الدفع، لكن خروجنا إن شاء الله اليوم من حلب لحمص لنقاتل مع قوتنا وندافع عن أعراض المسلمين وعن أموال المسلمين
هذا ان شاء الله نعتبره بالحلف ولا حمص جهاد طلب ان شاء الله. طلب لنا ودفع عن اهل حمص اللي هن اهل ان شاء الله. ونقول لإخواننا المجاهدين الأبطال في حمص إن خروجكم من حمص حاملي السلاح لهو رسالة واضحة تؤكدون فيها على مضيكم في جهادكم حتى تحرير سوريا من رجس هذا النظام وأعوانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على هذه الأمة النصر والعزة والكرامة، إنه سميع مجيب. لابد أن نعترف أن نحن ندين باعتذار للأخوة بحلب لسببين. أول سبب أنه ما يكون يعني ليس كما يقول العلماء ليس الفضل لمن سبق إنما الفضل لمن سبق. يعني قد نكون بحمص نحن سبقنا الأخوة بحلب بالخروج، وهالشيء لعله بعض الناس ظن نحن أفضل من غيرنا أو كذا. لا والله رأينا من وفاء أهل حلب ووفاء الثوار بحلب شيء يعني يستحي من الإنسان، وإن شاء الله تعالى نكافيهم في الدنيا وبإذن الله تعالى الثواب الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. هون بس على الهامش جرى للأسف بعض الإعلاميين أو بعض قليلي المسؤولين باليوم الأول تحدثوا أنه الأهالي ببعض القرى بريف حلب الشمالي اعترضوا على دخول القوافل. وتواصلنا مع الأخوة وضحوا أنه كان في صورة مشوهة منقولة. هالصورة المشوهة المنقولة أنه في تجارة وفي ربح أموال لإدخال القوافل وكذا، ولكن لما عرفوا الأهالي أنه القضية متعلقة بالمحاصرين داخل حمص كان موقفهم يعني يذكرنا بمواقف الأنصار بعهد السيرة النبوية. في اليوم التالي ما دخل طعام للمناطق المحررة للإسراع بإدخال طعام لمناطق مسيطرة عليها النظام من أجل إفراج عن الشباب المعتقلين داخل المنطقة المحاصرة. حقيقة جرت عدة محاولات من شمال سوريا للمساعدة بفك حصار مدينة حمص. صحيح أنه لم تتكلل أي محاولة بالنجاح الكامل، ولكن يعني المطلوب من المؤمن السعي والتوكل على الله تعالى والعمل لنصرة إخوانه. تمكن يعني بالنهاية تمكن من مساعدتهم أم لم يتمكن هذا أمر آخر. يعني الأخوة حاول عدة مع أحد الأخوة من لواء التوحيد قال لي يا أخي أنا معي 150 أخ جاهزين للتحرك لحمص، انت بس قولوا لنا وين المكان الانسب للتحرك. فسبحان الله الطريق الان كان مقطوع والامكانيات ما تسمح بالصبر لايام اطول، خاصه انه كان انتهاء موسم الحشائش بداخل المدينه. يعني الموسم شارف على الانتهاء، يعني اوراق التوت واوراق الدوالي تقريبا انتهت، فما كان بالامكان الانتظار. فالاخوي لاخر لحظه عرضوا أن يرسل المجاهدين لحمص للمساعدة من أجل بقائنا داخل المدينة والمساعدة لفك الحصار. نعم. ولكن يعني لكل أجل كتاب. الحين صمدنا عامين وبإذن الله تعالى راح نستمر صامدين.